الاكساف ده الصوفي. دم سوفي حدا الافوار. حدا الطاليان ضرب اسفاليون، وحدا ضرب المعيزي، وحدا مصبر القليل، وحدا سيد الحاج بالحمام، وحدا على كل حال بطوله، وذاك حدا المدرسه القبة. بدي يقول لك بطوله. سياد قبوه من دراسه وفيها قرينا شي متيسر على كل حال قدر جاي ديال الله تعالى. وكان حي مزيان وكانوا في واحد هذا ديال الكره من الفرقه ديال كره القدم وهي تيقولوا لافانغارد. لافانغارد كانت هذيك فرقه ديال المسلمين كلها وكانت معززه ب 1900 ونقول لك ديك الساعه على كل حال 22 23 عندها 50 تصريف تنتفرجوا في هذوك سميتو على كل حال الحق والله سميتو كان معززه. الدري تيطلع شوية بشوية لآخرين مع الدراري لآخرين تيديه للمدرسة الدري ما عندوش مع المدرسة يعني مولوع بلاد وسيرتو بلا من الكورة تتقلب عليه دائما فين في الملاهي وتنجري عليه باش يمشي يخدم باش يجيب القوت ديالو. والعلاقه مع الوليده تعرف الوليده لكم الله يحسن العوان تعرف عليه لانه هو الدري الصغير كان خوه كان شويه مشهد معاه عمي كان شويه يعني هو تيبان ليه التربيه اللي كانت عنده في هذيك الشده سيكون مع الصرامه. بلا مبالاة من ديك 9 سنين كنت انا سميتو وكنعقل على التربية اللي كانت تربيني امي وكان خويا من وعندي كنعرفو واش كانت كيدير المعاملة ديالها معايا وكيفاش الا جات المدرسة كيفاش الا هذا سميتو الا درت شي حاجة ما مزيانش كيفاش ما تتغلبش التدريب ما تاكل هدية. وقال لي عقلي واحد النهار قلت شوف هذه هما اللي غير مرة بوحدها مرة وتبدا تعلمها التربية هذه باغا لها الخير. ملي شافوا قضية ما عطاش في المدرسة بدات يدخلوا الحراف عدة حراف هو مع النجار هو مع مول مع السباق إلى آخره كل آخر يديو المحل والو. تيبقى سميتو راه عمي حاضر يجي يقول له حوايجك مسخين كذا هذا كذا سميتو يضربو تدافع عليه جدا ميران بعدا ميران
على خو الاخر تيبغي غير ربي والاخر ما عندوش عقلو صغير تاع خصو غير اللعب وفين بان لي فهاديك الكره اللي تيبان لي ما يجيش C'est un footballeur de rue, Ben Barek, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a développé ses qualités et son talent comme ça, de façon spontanée, sans aucun carcan. Et beaucoup de footballeurs doués de cette époque-là sont devenus comme lui des artistes du ballon, comme peut-être il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Mais c'était le cas de Pelé, c'était le cas d'Andrade, à qui il a été comparé. Andrade, c'était le très grand joueur uruguayen des années 20. عليك الكرة حفيان وعجبة الإحساس ديال الإنسان بحيث الحس اللي عطانا الله داك هذا ربي تتحس بحاجة بيدك حفيان بالكرة عجيبة تما تعلمت واحد الوقت اللي تلعب مع الدراري تنقول لهم لا انا ناخذ جول ولا ريال وانتم لعبوا سبعه بكم تلعبوا سبعه بهم تناخذ انا تنجي نلعب ريال ناخذ الكره ونمشي الماركيو نلعبوا سبعه لواحد ثمانيه لواحد عشر صدق التعليم ليا بلا ما نشعر يخرج للساحه يتلاقى مع الدراري تيقول لهم شويه ولا تيقول لهم ثلاثه يلعبوا كونتري انا اربعه يكون يلعبوا ضدي انا يعني ولا الدراري ولاو طايعين رجليهم مع الممارسة ومع هذاك الدول ولا في مرع في هذيك الكرة وإنسان عصامي طبيعة الحال هذاك الحب في هذيك الكرة جعلته بالله هو تيبقى يجتهد فيها يوم على يوم كل نهار يخترع حاجة تيجيب هذيك القيشرة وهذوك الكويرة تيبقى يجي من الساعة عندنا ندير مجيد لابيسين وهو تيجونغلي حتى الدار تجل الأوقات ديالو تيقضيها في الملاعب اللي قرب للميناء علاش؟ لأن كرة القدم ما كانش في المغرب الناس دخلت كرة القدم المغرب بواسطة الميناء الناس الأجانب اللي تيجيو تمشي يلعب معاهم كاين ديك الساعة كاين أجانب كاين مغاربة ديك الساعة كاين سيرتو كانوا لي زيسبانيول كانوا تيلعبوا بعضياتهم وهو تيحاول ديك الكرة عنده هو أكثر من الناس الآخرين اللعب ديالو هو ديما زايد ديال الكرة من الصباح حتى الليل petit, il y avait des équipes et de bonnes équipes qui venaient jouer des matchs amicaux au Maroc et il était comme un fou à ce moment-là. Et je sais qu'il a vu jouer Matthias Sindelar quand il était jeune. Et Matthias Sindelar, c'était le Mozart du football, c'était comme Ben Barek d'ailleurs, c'était un joueur qui n'est pas suffisamment passé à la postérité. Mais il n'y avait pas la télévision. لان هذا كان واحد فيرتيوز هذاك سيندولا راه كان شي حاجه هو عندك هو سيندولا واحد تيقولوا هيد بيتي هذو كانوا يعني كان يعني خدا منهم الكثير موسيقى
سي الصوفي ولا ساكنين بالحاج محمد، الحاج محمد دار بالمعزي، دار المعزي انتقلنا للدار المدينه الفوق دار دار السلطان، دار باليهودي ولات عندي ديك 17، ديك 17 غادي في 17 18 واحد الوقت عاد فكره باش داروا فريق، داروا فريق ولكن هذاك الفريق ديال الوطن تكون غير من العرب. الدراري العرب داروها فيها غريزه وطنيه وميم طون داروا فريقه ولاو تيلعبوا بعضياتهم تما.